ويبتهج ويقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. طبعا دقة الوصف، يعني لما يتوصف حدث زي كده تدل على انه الكلام ده مش ممكن يطلع من انسان عادي. يعني زكريا يسبق المسيح بخمسمائة سنة، مش هو اللي عمل له الموكب، فازاي شافه كده بالدقة دي انه حتى المسيح كان يركب شوية على الاتان وبعدين يركب على الجحش. والبعض قال انه لانه الكتاب يقول الصديق يراعي نفس بهيمته، يعني عشان ما يبقاش تقيل على الحمار خدوا نص السكة والجحش شوية. والبعض قال مرضاش يفصل الجحش عن الحمار يعني عشان ما يحرمهمش من بعض، وكأن في وداعة ورقة غريبة. يعني انت حتى بتشفق على الحيوان في يوم زي كده يا رب، وانت داخل حواليك مئات الالاف بيمجدوك، مركز ان الحيوان نفسه ما يتعبش. الاباء كمان حددوا معنى عجبهم، قالوا حكاية انه داخل اورشليم دي زي زفة السماء في الاخر، كل البسطة اللي معاهم دول اللي داخلين السماء، انما الاتان رمز للحمار الصغير الجاهل خالص اللي ما تركبش قبل كده، فقالوا ده بتاع الامم، لان الامم عمرهم ما عرفوا ربنا فهيعرفوه على جديد. اما الحمار او جاء سيرته في أشعياء واحد لما ربنا وصف شعبه اليهودي بالحمار وقال الحمار بيعرف صاحبه بس شعبي مش عارفني، فهم الاباء قالوا يبقى الحمار اشاره لليهود، وهيكون فيكم حد يهودي لحسن يعمل لي مشكله، والاتان رمز للامم. فالاثنين مش فاهمين يعني ايه، متغمضين، بس الحمار اتركب كتير يعني المفروض عنده شويه خبره. اما الاتان الجحش، اقصد الجحش مش الاتان، الجحش هو الصغير يعني، ده ما تركبش وما يعرفش حاجه، فكان بيبدل عليهم. هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وأقطع المركبة من إفرايم، يعني إيه؟ خلاص العهد القديم خلص، بعد اليوم ده خلاص ما بقتش بقى إيه هنتكلم تاني إفرايم ومنسى والأصباط، لا لا، ده احنا داخلين على عهد جديد، بنجيب أول الأرض الأخير من أقصى المسكونة إلى أقصى، لأن المسيح ده ملك كل الأرض. هو صحيح ملكك يا أورشليم وصهيون، ده الملك اللي انت مستنياه من وقت داود، وكان داود أكتر ملك محبوب عنده، فبقى طول الأيام من داود للمسيح 1000 سنة منتظرين ملك يأتي زي داود. فلما جه المسيح قالوا له إيه؟ مباركة مملكة أبينا داود، أصنى يا ابن داود. وبعدين طلع لا، ده هو إله داود كمان. أقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب. يعني في العهد الجديد ممنوع خالص